السلام عليكم ورحمة الله. أحبتي في الله، مرحبا من جديد في فيديو التاسعة. وقبل البدء طبعا نبدأ بالصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرف المرسلين. فيديو اليوم هو على العلاقة بين حبوب منع الحمل والكلف. وخا كتجي نضحك على براسي فاش كنشوف شي يعني شي حويج، فحتى حبوب منع الحمل حتى هي بدورها لم تسلم من الاختراعات، فحتى يشدوها ودقوها وداروها للبشرة وقالوا بأنها كتحيد التجاعيد وما عرف شنو كدير عاود. فصراحة والله عجيب عجيب غريب أمر هاد الناس اللي كيجيبوا هاد الاختراعات الغريبة. فحبوب منع الحمل لم تسلم أيضا. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا ديال اليوم. فهل فعلا هناك علاقة بين تناول حبوب منع الحمل وظهور الكلف أو التصبغات الجلدية أو البقع البنية؟ هذا هو السؤال اللي غادي نجاوبوا عليه في هذا الفيديو إن شاء الله. وطبعا إلا كانت عندها علاقة بظهور التصبغات الجلدية والبقع البنية والكلف في الوجه، شنو خصنا نديرو بالنسبة للنساء اللي كيتناولوا هاد حبوب أو أقراص منع الحمل أو لابيلول أو الكينة كما كيسميوها بعض الأشخاص أو بعض النساء؟ فالإجابة ضروري ضروري من أننا نعرف مكونات هاد حبوب منع الحمل، لأن ما يمكنش لينا نربطه إذا كانت هناك علاقة أو ما كيناش علاقة بينها وبين الكلف والتصبغات الجلدية إلا ما عرفناش المكونات وعرفناش شنو السبب اللي كيخلي هاد حبوب منع الحمل تطلع لنا الكلف أو ما كتخليش يطلع لنا. فلهذا دائما كنبغي أنكم تفهموا باش تقتنعوا، لأنني كنتعامل مع أشخاص واعيين ماشي عقول جامدة كتستقبل وكتطبق بلا ما تفهم. فأحبائي، حبوب منع الحمل هي حبوب كما يشير لها الاسم ديالها تمنع الحمل، وكتخلي ديك البويضة اللي كتكون كل دورة أو كل شهر بويضة ضعيفة لا تصلح للحمل. هذه الحبوب هي عبارة عن مركبات هرمونية، فديك الأقراص اللي كنشوفو في ديك البلاكات اللي كتكون أيا كان نوع هاد الأقراص، كلساس واخدينها يعني من هذا من مستوصف او المركز الصحي، كلساس واخدينها من الصيدليه، فهي كلها عباره عن مركبات هرمونيه. شنو هما هاد المركبات الهرمونيه؟ عندنا جوج ديال المركبات او جوج ديال الهرمونات، هما هرمون الاستروجين وهرمون البروجستيرون او ما يسمى بهرمون الانوثه او هرمونات الانوثه. حبوب منع الحمل فيها جوج ديال الانواع، نوع احادي يعني التركيبه ديالو احاديه فيها فقط هرمون البروجستيرون، ونوع مركب اللي فيه هرمونين البروجستيرون وهرمون الاستروجين. وهذا النوع الاخير اللي كيكون المركب ديالو هرموني يعني مزدوج او ثنائي، فهو الاكثر فعاليه، هو اللي كيعطينا ديك الفعاليه في منع الحمل يعني 100%. يعني مستحيل مستحيل تجي شي سيده وتقول لي راه انا كنشرب حبوب منع الحمل ووقع حمل، الا اذا وقع خطا او نسيان وما شرباتش ديك الحبه او ديك الحبات ديالها. وبطبيعه الحال حبوب منع الرضاعه، حبوب الرضاعه، فهي كتبقى خفيفة شوية كذلك، حتى هي يمكن يوقع بها الحمل بحكم أن يعني التركيبة ديال الزغمون اللي فيها فهي ناقصة وكتبقى خفيفة بغابوه الأقراص منع الحمل العادية. هاد جوج هرمونات شنو 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 هو لو برينسيپ ديال هاد جوج هرمونات؟ يعني هاد الاستروجين وهاد البروجستيرون شنو لو برينسيپ ديالهم، شنو الدور ديالهم؟ فهاد الهرمونين بزوج منين كتكون المراه حامله او كتكون كترضع، فالنسبه ديال هاد الهرمونين كتكون طالعه يعني في الجسد ديالنا او الجسم ديالنا او الدم ديالنا بواحد النسبه اللي هي كبيره، يعني كتكون نسبه هاد الهرمونين في الجسم يعني عاليه.
حبوب منع الحمل كتكون من هاد الهرمونين بزوج. يعني حنا كنشربوهم، يعني النسبة ديال الاستروجين والبروجستيرون كتكون كذلك طالعة عندنا في الدم، وبالتالي الجسم ديالنا غادي يكون بحال الجسم ديال المرأة اللي كتكون حامل او كتكون مرضع، بما ان هاد الحبوب منع الحمل كيتكونوا من هرمونين البروجستيرون والاستروجين اللي هما الهرمونين اللي كيكونوا طالعين بزاف عند المرأة اللي كتكون حامل ولا كترضع. يعني حتى لهنا راه الامور راه واضحة، يعني حتى الجواب راه واضح، هناك علاقة وثيقة بين تناول حبوب منع الحمل وظهور الكرف او زيادة تفاقم حدة ووضع البقع اللي عندنا حنا ديجا في الوجه ديالنا. يعني الا كانوا عندنا ديجا ليطاج في الوجه ديالنا وحنا كنشربوا لا بيلول او كناخذوا حبوب منع الحمل، فالانتونسيتي او الجهد ديال هذوك ليطاج غادي يزيدوا يتجهدوا وغادي يزيدوا يبانوا اكثر. فمن خلال التجربة ديالي مع الكلف السابقة بطبيعة الحال، منين كنت كناخذ حبوب منع الحمل حتى العلاج ما كانش كيقدر يتقدم، يعني بحال كنت كنخوي الماء في الرملة. ومنين حبست لا بيلول لاحظت ان الوجه ديالي بدا كيتبدل وبدا البشرة ديالي بدات كتجاوب مع العلاج. اذا عند تواجد هرموني الاستروجين والبروجستيرون بالجسم، سواء كنا حوامل سواء كنا مرضعات سواء كنا نتناول حبوب منع الحمل، فهناك احتمال الإصابة بالكلف بنسبة 90%. ما غاديش نقول بأن كل النساء اللي حملوا أو كيرضعوا أو كياكلوا أو كياخذوا حبوب منع الحمل عن طريق الفم، بطبيعة الحال هاد الأقراص راه كتخد عن طريق الفم، غادي نقول بأن جميع النساء راهم كيتصابوا بالكلف أو التصبغات الجلدية. لا، هناك نساء ما كيوقع لهم حتى شي حاجة، ولكن النسبة ديال هاد النساء ضئيلة 10%. 90% كلها اللي بقات فكلها كتكون معرضة للتصبغات الجلدية، معرضة للكلف، معرضة للبقع البنية. شنو اللي كيزيد الطين بلة واللي كيخلي هاد الكلف يتزاد بواحد الشكل جنوني خلال فترة الحمل او فترة الرضاعة او عند تناول اقراص حبوب منع الحمل؟ شنو هي الحاجة اللي كتخلي هاد الليطاش او هاد الكلف يتزاد بواحد الشكل اللي هو خرافي ويبان لينا في الوجه ديالنا اكثر فاكثر؟ شنو الناس اللي متبعه والناس اللي حافظه الدروس فاكيد غادي تعرف شنو. تعرض لاشعه الشمس بدون حمايه، فكيولي عندنا مشكل الهرمونات اللي ديجا عندنا طالعين في الجسد ديالنا وفي الكور ديالنا اللي هما البروجستيرون والاستروجين، وكيولي عندنا مشكل زياده افراز صبغات الميلانين، لان احنا عارفين بان التعرض الغير مقنن لاشعه الشمس كيخلي صبغات الميلانين تفرز بواحد الشكل هستيري وجنوني. فتصوروا معايا الى غيتجمعوا الهرمونات وتجمع يعني الافراز الهستيري ديال صبغات الميلانين شنو غادي يولي عندنا؟ فغادي تولي عندنا وجه، ولا يولي عندنا وجه كارثي. ويا سلام يا سلام الى لجأنا الوصفات وكريمات ومنتوجات غريبه بحال اللي كنشوفوا يعني الناس كينصحوا بهم او كيروجوا لهم تجاريا ودرناها للوجه ديالنا. هنا كنضمن لكم انكم عمركم ما بقيتوا غادي تشوفوا الوجه ديالكم اللي كان عندكم قبل بصفه نهائيه، بصفه نهائيه. لهذا نصيحه دائما اعطيها وغادي نبقى دائما نعطيها، التزمنا بالترطيب اليومي، التزمنا بالواقي الشمسي الجيد والشفاف. مهما كانت عندكم ديك البقع ما تاخذوش اكرون تنتي وانتم كتعانيوا من البقع، وانتم حوامل، وانتم مرضعات، وانتم كتاخذوا حبوب منع حبوب منع الحمل او اقراص منع الحمل او لابيلول. واقي شمسي من نوع جيد وشفاف انفيزيبل باش كنضمنوا واحد الحمايه اللي هي قصوى. وضع الواقي الشمسي ولو بالبيت، حتى الا كنا في البيت فبالنسبة للعيالات اللي حملت او كيرضعوا او كياخذوا لا بيلول فياخذوا يديروا ليكرون ديالهم وسط الدار، سورتو ملي كيبغيو يطيبوا او في الفران او في البوطه، سورتو منين كيبغيو يطلعوا هكا للسطح ولو غير على جوج ديال الدقائق. ف
ممنوع منعا باتا وكليا انهم يبقوا بلا واقي شمسي. واقي شمسي ما كاينش بالنسبه للمراه حامل او مراه مرضع او مراه كتاخذ لابيلول او كتاخذ حبوب منع الحمل، فهذا يعني ان البشره ديالها غادي تدمر ليها وغادي تندم واحد الندم شديد اللي ديك الساعه ما غادي ينفعها حتى شي حاجه. كنتفاداو اننا نغسلو الوجه ديالنا بالماء الساخن، كنتفاداو اننا نبقاو في الحمام في واحد البلاصه اللي هي سخونه، كنتفاداو اننا نفركو الوجه ديالنا كوساسوا بالليفه الخرقه او حتى يدينا بشكل عنيف. نتعاملوا مع البشره ديالنا وكانها بشره ديال بيبي ديال الطفل. هاد الاشياء كلها كتزيد من حده البقع الداكنه، وسورتو الفريك بيدينا او فريك بالليفه او بالخرقه او باي حاجه، فراها كتزيد من حده البقع الداكنه وكتزيد ديك البقع انها تبان لنا اكثر واكثر. شخصيا حاليا استعمل حبوب منع الحمل. دابا كندير ليكرون ديالي بواحد الشكل اللي هو مكثف. انا ملي كنجي في الصباح فكنجي للخدمه ديريكتومون البلاصه يعني الباغا ما فيهاش الشمس، الشمس بعيده عليا، ولكن رغم ذلك فانا كنكون دايره الواقي الشمسي ديالي. كنعاون بالاقنعه ديال القسط الهندي وعرق السوس والحمص، وكنعاون بالترطيب اليومي. ويلاه يلاه، وخايفه خايفه ان تخرج فيا شي طاش بحكم انني كنتناول الهرمونات ديال الانوثه الاستروجين والبروجستيرون. فرجاء انتبهوا، اهم شيء الحمايه من اشعه الشمس ووضع الواقي بشكل وفير. ما ديروش ليا القيطه 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 وفي الاخر ملي تهلك الوجه ديالي عاد نوض نقلب شنو غادي ندير. نتفادى انني نخرج في الشمس من 11 النهار حتى 4 الحشيه، وإلا ضراتني الظروف نخرج في هذه القيطه فندير شابو وندير الفولار ونغطي الوجه ديالي وندير نظارات شمسيه وندير الواقي الشمسي ديالي بشكل مكثف. مستحيل مستحيل مع هاد الاجراءات غادي الوجه ديالكم يتقاس بشي حاجه. اكيد كالعاده كنحاول اني نجيب لكم معلومات اللي ما غاديش تلقاوهم في شي مكان من غير قناتكم قناه الفائده كوان بوتي. فانتم كذلك ما تبخلوش عليا بالبارطاج او على القناه بالبارطاج واللايك، لان فعلا القناه كتستحق التشجيع والدعم، ماشي لانها قناتي، فعل كاين نسبه انها قناتي وكنشوفها زوينه هذه مساله مفروغ منها، ولكن هي قناتكم الدرجة الأولى. وفعلا فالمحتوى محتوى يشرف، محتوى هادف، محتوى نظيف. فرجاء رجاء عاونوني بالبارتاج، عاونوني باللايك، عاونوني بالتعاليق البناءة. الناس اللي غادي يخليو تعليق سلبي ما كاينش لاش يضرونا لا في عينينا ولا في ودنينا، يعني مشو بعدوا علينا. تبارك الله اليوتيوب منصة اليوتيوب غنية يعني بلايص فين يقدروا يخليو بحال هذيك التعاليق يعني دون المستوى التي لا تشرف. فرجاء رجاء دعمونا باللايك والبارتاج رجاء. كانت هذه وفاء من قناتكم طبعا كوم بوتي. طيبتم وطاب مساءكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء.